حياك الله فهد. انا عرفت يعني وعرفه الجميع ان في اجتماع اليوم كان بين اللجنه والانديه، ابرز ما تناوله الاجتماع. ابرز ما تناوله الاجتماع طال عمرك هو السماع الى اراء الانديه في مقترحاتهم بشان بعض العوائق اللي واجهتهم في تطبيق اللائحه. من ضمن هذه العوائق السكور شيت الموسمين السابقين والاعمار السنيه بخصوص فئه الشباب والناشئين وبعض اعداد الالعاب الفرديه مثل الملاكمه وغيره. نعم، استمعتوا للاقتراحات، استمعتوا للاراء. سمعت لاقتراحاتهم وطلبت منهم انهم يكتبونها لنا بكتب رسميه للهيئه وراح اعرضها على لجنه الاحتراف ان شاء الله. فكرة التعديلات الخاصة فيما يتعلق بضرورة التواجد في السكورشيت وما إلى ذلك، أعتقد طرحت الفكرة هذه. نعم. شنو أبرز ما ورد في النقاش على هاللائحة؟ ورد في النقاش أن هي نفس من تعرف أنها عشان نصرف لموسم أطلب منا موسمين سابقين، اللائحة تطلب منا موسمين سابقين مشاركة اللاعب. فبعضهم قال الغوها وبعضهم قال لا اكتفوا بسنة واحدة ويكون انه مقيد في الاتحاد لمده 3 سنين او سنتين سابقتين بس يكون لاعب موسم سابق. يعني احنا مقبلين على تعديل لان بعض مدراء الكره هني وبعض الاخوان الرياضيين اعترضوا او ابدوا استياءهم لان في حالات تعتبر حالات مظلومه، شبه مظلومه، اللاعب اللي كان في دراسه او اللاعب كان مصاب. اي نعم. لا المصاب فيه اذا جاب تقرير وجاب هذا ما عندنا مشكله نعرضه على اللجنه. نعم. وتشوف اللي نراه. اما بالنسبه للي مسافر واللي هذا لا ما تجيز اللائحه او انه يدرس برا الموسمين السابقين ما تجيزه، وبالعكس ما طرحوها علينا ممثلين الانديه ما طرحوا علي الشيء هذا. ما طرحوا عليك الفكره هذه؟ لا بخصوص اللي يدرسون برا وهذا لا نهائيا. طيب احنا قاعد نطرحها عليك هذه اذا تشوفها بعين الاعتبار اخوي فهد. الان لاعب وراح دوره مع دوامه مثلا سنه او سنتين. فش اللي يضر انه يتواجد مع الفريق ويتعامل مثل باقي اللاعبين؟ احنا مرنين وبالعكس عندنا توجيهات من سيد مدير عام الهيئه الشيخ احمد المنصور ونائب الدكتور حمود سماع لارائهم، وقلت لهم اي مشاكل تواجهكم او مقترحات قدموها لنا بكتاب رسمي نعرضها على السيد رئيس لجنه الاحتراف واعضاء الاحتراف لجنه الاحتراف عندنا في الهيئه. كفو عليكم. ما عندنا مشكله احنا. الاخوان حابين تسالون فهد؟ والله انا عندي مواضيع كثيره. خليل البلام معاك في فهد. انا عندي مواضيع كثيره على الماده 11 والماده 12 والماده 14. بسعة صدرك واحده. اي يعني انا عندي مواضيع كثيره يعني مفتوح وياي هو. لا مو مفتوح يعني حاول تختصر. ما اقدر. ما تختصر على الباكر ان شاء الله. لا مو يعني مختصر يعني هذا موضوع مهم. يعني انا الحين بتطرق الى موضوع. بايجاز ابو انور. اختار لك موضوع واحد، ما اقدر اخلص كل المواضيع وهو على الخط وياي. يعني بختار لك موضوع من الماده 12. نعم. يعني احنا ما نتكلم عن كره القدم، احتراف جزئي، احتراف كاحتراف. هني حق على سبيل المثال حق القطس. نعم. 70% من اللاعبين الكويت في القصد اعمارهم تحت ال 16 سنه، وانت عندك الماده 12 تقول اللي الاحتراف من ال 16 الى 35. نعم. طيب هذا ما اقل من 16 سنه ما تصرف له وفي العمومي. هذه نقطه. النقطة الثانية السكور شيت سنتين. ما فهمت العمر، تقصد شنو هو يكون في العمومي؟ نصرف للي في العمومي. شلون؟ هو مو فاهم الفكرة. أنا أفهمك. واحدة. هني حق السباحة، السباحة مقسمة إلى 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 عدة أجزاء، القطس. ثلاثة. بطولة القطس. القطس نعم. معظم اللاعبين اللي في الأندية الكويتية أعمارهم أقل من 16 سنة. نعم. اللي أقل من 16 سنة أنت ما تصرف له. واحنا قلنا ما عندنا مانع، يعني انت قاعد تقول لي فكره ما حد من الانديه خطبني فيها. انا ما لي شغل بالانديه الحين، انا قاعد اناقشك انا كمحلل، اناقشك في 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 فهد قاعد يقول احنا مرنين بس نبي اقتراحات. بالتالي هذه النقطة اخوي فهد اللي قالها خليل بلام يعني جديرة بالنقاش. لا هذا باللائحة. اي باللائحة موجودة. اي بس خلينا هني حق المادة 14 ان اللاعب المصاب انا ارفعه. انت في الماده تقول تمشي له الاحتراف. طيب لا ما قلنا نمشي له، يكون عنده تقرير طبي. شلون؟ ادري 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 ما يثبت انه ادري ما انا قاعد اقول لكم مصاب رافعه مصاب معناته تقرير طبي و و و انا اعطيك مثال حي حصل معي مثلا في النادي العربي. عندي 2 مصابين في الرباط الصليبي وهذه تطول اكثر من سنه من علاج واعداد.
ما تسمح لي اني ارفع مكانهم اثنين تقول لي لا هذيلا طيب هذول مصابين برا يبي لهم سنه انت تقول لا ما دام انه مصاب وبرا فهذه نقطه ارجو بعد ان تصير بعين الاعتبار استاذ الفاضل اليوم بس خلينا نكمل بس بنور لحظه تفضل فهد اشد على اول شيء تعاون الانديه لمست منهم التعاون والجديه في موضوع حل كل المشاكل اللي عالقه ونصحتهم اي مشكله تواجههم احنا هذه اللائحه الجديده واكيد ان فيها معوقات فيها شيء فاحنا كهيئه ما عندنا مانع اي مقترح يجي ندرسه مع المستشار ومع الفنيين تبع الهيئه ونعدله النقطة الأخيرة بونور النقطة الأخيرة يلا النقطة الأخيرة النقطة الأخيرة أبو رطبعي إحنا دائما قاعد نقول الاحتراف الجزئي نبي نرفع من 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 من, من مكانة اللاعب ومن هذا أنتوا الحين قسمتوا إلى 250 دينار و350 دينار و500 دينار 500 ثلاث فئات أنا معك ما راح يروح شيء للنادي هذه المبالغ إذا أنا قسمها أخذ الأفرج مالها 360 دينار وانت نزلت اللاعبين اليه 24 لاعب اذا انت وفرت مبالغ انا احنا 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 الرياضه ما تمشي بالتوفير الرياضه تبي دفع الرياضه تبي أوكي. تبي عطاء بس كافي الفكره ابو انور فهد تفضل الو تفضل فهد الو كم نقطه ما لا احنا قاعدين نسمعك احنا قاعدين نسمعك تفضل ما سمعت باقي ما سمعت باقي كلامك الفكره الحين بس على اساس ان اللي بنقوله في اقتراحات من رياضيين مثل خليل البلام انتم تقبلون ان تسمعون كل الاقتراحات فهد عندكم القدره انكم تسمعون ما عندنا مشكله وحنا باللجنه عادي نستعين بالفنيين ونستعين ما عندنا مشكله كذا مره شيء تشكرون عليه صراحه كذا فني من كذا لعبه وجاء وشرح وجهه نظره وحنا الان في صدد التعديل يعني كل فتره راح يكون عندنا اجتماع يعني الحين عدلنا العوائق الرئيسيه عندهم وبعدين راح نقعد مع الفنيين بخصوص الالعاب الفنيه والاوزان وهذا ووعدتهم ان شاء الله والدكتور قال اقعد معاهم ثاني مره ما في مشكله فهد كل الانديه حضرت اليوم؟ لا اعتقد ان 11 نادي تقريبا حضر واعتذروا اثنين اوكي شاكر لك فهد على هذه المداخله شكرا